السلام عليكم وأهلا بكم. نافذة على مصر وحلقة جديدة، وهذه أبرز ملفاتها. الأمم المتحدة تهاجم مصر وتقول قلقون من العنف الأمني، هذا ليس الطريق لمكافحة الإرهاب. السيسي يدشن حملته الرئاسية بخصم جنيه وتحديد النسل. وتتابعون في حلقة الليلة أيضا مقتل ضابطي شرطة وإصابة 5 آخرين بهجوم مسلح في القاهرة. أما محطة السوشيال ميديا في هذه الحلقة فنتوقف عند هاشتاجات حماس وأحلى حاجة في رمضان وكل اللي محتاجينه، وصورة اليوم عن مقتنيات شهيد في حرب 67 في سيناء. أما فيديو اليوم فهو لأحمد موسى يتكلم وينصح المصريين بخصوص يميش رمضان. ومعلومة اليوم عن هرم خوفو. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نناقش معا أهم ما يحدث في الشارع المصري في نافذة على مصر وحلقة جديدة، تابعونا. حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين من أن دولا مثل تركيا ومصر تظهر توجها مثيرا للقلق نحو استخدام العنف أو استخدام التقارير عن العنف كذريعة لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. في مصر أشار الحسين إلى الاعتقالات الجماعية للإسلاميين المزعومين في السنوات التي تلت وصول حكومة السيسي إلى السلطة أنها لم تؤدي إلا إلى التطرف. أضاف هذا في رأينا ليس الطريق لمكافحة الإرهاب، كما شجب تمديد حالة الطوارئ والعنف الذي تمارسه قوات الأمن المصرية والقيود على حرية التعبير وانهيار المجتمع المدني. وقال زيد إن هذه التحركات كلها تقوم على الافتراض الكاذب بأن عمليات استعراض القوى يمكن أن تحل المشاكل. كاميرا البرنامج سألت المواطنين في الشارع المصري حول ما إذا كان تعامل وزارة الداخلية قد تغير مع المواطنين، نتابع. أعتقد أن تعامل جهاز وزارة الداخلية مع المواطنين في حد ذاته ما تغيرش كتير قبل الثورة، وإن كان في بعض الحالات الاستثنائية، أنا مش عايز أعمم طبعا على كل ضباط أو أفراد أو أمناء الداخلية، بس من خلال تعاملاتي الشخصية معهم أو من خلال احتكاكي الكثير بيهم، أن بعض الضباط أو بعض الأمناء بيتعاملوا بنوع من العجرفة شوية أو بنوع من التعالي شوية مع المواطن، فده مطلوب أن الداخلية تراجع سياستها، فضلا عن أن احنا شايفين بعض الجرائم اللي بتتم دلوقتي، ضبط ضابط شرطة هنا، ضبط أمين شرطة هنا، ضبط تشكيل عصابة مقاومة من رئيس مباحث، طبعا كل الحاجات دي مش مفروض ان هي تكون في رجل الداخلية اللي هو المفروض زيادة عن يعني الحمد لله، يعني وفي أمان، يعني وفي أمان جامد الحمد لله، وعايشين في أمان والحمد لله كل حاجة كويسة. طب شايف هل تعامل بعض أفراد وزارة الداخلية من أمناء وضباط هل بيسيء للداخلية؟ والله مش كله، يعني كويس، يعني كل الناس بتشكر فيهم بصراحة، يعني ما فيش حاجة وحشة عشان ما فيش حد يعني زل علينا، لو في وجهة نظر المفروض المواطنين اللي تتعامل معاهم عشان هم المواطنين، المفروض هم ده الحماية لنا. لا طبعا لسه ناس تعبانة دلوقتي والناس مش هتكلم نفسها صراحة، يعني الشرطة يعني هو بقى أسوأ من الأول، مش زي الأول، بدليل روح شوف عدد الطلاب المعتقلين، عدد المعتقلين السياسيين، عدد المعتقلين من تحت اي بند، يعني سياسه، راي، من اي اتجاه، بص على عددهم وانت تعرف بيعاملوا الناس ازاي، مش بس انت تدخل تشوف الطريقه، لان انت مش هتعرف تدخل وتشوف هم بيعاملوا الناس ازاي، بص على العدد بس، ده اكبر دليل ان هم رجعوا زي الاول واسوأ واسوأ، وغالبا المنظومه دي عمرها يعني ما هتنعدل. يعني هو اللي اقدر اقول ان انا شايف ان المعامله يعني ما زالت كما كانت، ولكن قد يكون الداعي الى هذه المعامله يعني امور احنا يعني قد لا نعلم عنها شيء، يعني ممكن امور تتعلق بالشان، ما اعرفش الشان السياسي او احوال الدوله او ما اعرفش او الظروف الاجتماعيه بصفه عامه، واخد بالك، لكن انا شايفه ان المعامله ما زالت زي. لمناقشه هذه القضيه ارحب بضيوفي في هذه الفقره من القاهره عبر الهاتف، محمد حامد الباحث في العلاقات الدوليه، ومن الولايات المتحده الامريكيه صفي الدين حامد عبر سكايب المحلل السياسي المصري معنا من واشنطن، اهلا بكما. وابدا معك دكتور صفي، كيف رايت تعليقات او تصريحات المفوض السامي لحقوق الانسان السيد زيد بن رعد الحسين؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين وللزملاء الضيوف.
طبعا التصريحات جيدة جدا، يشكر عليها المفاوض السامي الأمير زيد بن رعد، لكن في نفس الوقت مؤسفة جدا، لأن حاليا يعني هو بيردد صدى ما سمعناه من الأسبوع فقط هنا في رادهات الكونغرس الأمريكي، لما اجتمع 11 سيناتور عضو مجلس شيوخ أمريكي وثلاثة خبراء من كبار الخبراء في الشؤون المصرية وشؤون الشرق الأوسط، وأجمعوا بالإجماع أن الوضع أصبح كارثي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لازم تنظر إلى المستقبل، مستقبل يعني مصالحها في مصر، وهي ليست مع السيسي. وذكروا كل الأشياء اللي ذكرها الحقيقة الأمير زيد بن رعد، يعني سوء حالة السجون، التعذيب داخل السجون، الاعتقالات العشوائية في كل أنحاء مدن مصر وقراها، المنع من السفر، تجميد الأرصدة للناس، ومنع التظاهرات، وقانون المعيب اللي أصدروه للمظاهرات، كل هذا. وطبعا أنا سعيد أن الأمير زيد بن رعد كممثل للأمم المتحدة يعني أعلن الاستنتاج الواضح اللي احنا بنقوله من 40 سنة، إن إذا كانت الدولة ستستعمل العنف وتصبح دولة إرهاب بدل دولة قانون، هذا سيفرغ الإرهاب، وهذا سيؤدي إلى التطرف، والتطرف سيؤدي إلى عنف، وهذه دائرة شريرة. فيعني نقول إيه، الحقيقة على البعد الدولي الأمم المتحدة، وعلى البعد الأمريكي، وطبعا على البعد الداخلي، الكل يفهم أن هذه دولة إرهاب. طيب، السؤال لك سيد محمد حامد عن هذه التصريحات، أيضا يبدو أنها أثارت غضب الخارجية المصرية، وهذا ما بدا واضحا في بيان وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسم المستشار أحمد أبو زيد. أيضا سؤالي لك، كيف رأيت تعليقات المفوض السامي للأمم المتحدة؟ والله أهلا بحضرتك السادة المشاهدين، أرى أن التعليق لا يجب أن نتوقف أمامه. نحن في مصر تعرضنا لانتقادات أسوأ من ذلك، ولكن ليس عبر تصريحات عابرة وتصريحات يمكن عدم النظر إليها أو نضعها جانبا، ولكن ننظر نحن في مصر أو في الخارجية المصرية إلى تقارير حقيقية موثقة مبنية على استدلالات حقيقية وليس استدلالات فاسدة، تقارير حيادية ونازية استمعت لكافة الأطراف. الحقوق الإنسان لا يجب أن تكون عوراء، يجب أن تنظر لجميع الأطراف عندما تبحث عن الإنسان الذي سلب. نعم، ولكن سيد محمد على ما أذكر من متابعتي لبيانات وزارة الخارجية وتحديدا المتحدث باسم وزارة الخارجية، صدرت بيانات عديدة من هيئات حقوقية ومنظمات دولية، Human Rights Watch، العفو الدولية، وهذه التصريحات من الأمم المتحدة، وزارة الخارجية المصرية لا تأخذ أبدا بأن هذه التقارير تقارير جادة أو حيادية، دائما ما ترد عليها ودائما ما تنتقدها، وتتحدث بأن الصورة غائبة وأنها غير حيادية، وفي بعض الأحيان اتهمت عدد من المنظمات بأنها مدعومة من قوى تعادي الدولة المصرية. إذن وزارة الخارجية هذه هي سياستها، هي لا تستمع لتلك التصريحات. مجلس الدولة لحقوق الإنسان في جنيف هيبقى عنده الاجتماع السنوي اللي هو كل 4 سنوات، اللي هو في عام 2014 كان في اجتماع، وكان في عام 2010 في اجتماع. فيجب علينا أن نتوقف على مثل هذه عدم التوقف على مثل هذه التصريحات. طب يبدو أنك لم تستمع إلي. وزارة الخارجية المصرية دأبت على التخفيف والتقليل من شأن هذه التقارير. أنت تحدثت عن تقارير المنظمات الحقوقية، Human Rights Watch والعفو الدولية، أدانة النظام المصري والانتهاكات حقوق الإنسان في مصر أكثر من مرة في أكثر من تقرير. وزارة الخارجية المصرية ردت أيضا بأن الصورة غائبة عنهم، وبأنها تقارير غير حيادية، وبأن هناك جهات تعادي الدولة المصرية تدعم تلك المنظمات. هل يفترض أن يصدر تقرير يقول أن حال حقوق الإنسان في مصر جيد، وأن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية إجراءات عظيمة في مجال حقوق الإنسان، عند هذه النقطة توافق وتقر وتبصم وزارة الخارجية على هذا التقرير؟ لا، أنا لا أقول ذلك، ولكن أنا بدعو الخارجية المصرية لعدم التوقف عند هذه التصريحات
الغير مؤثره ولكن تتوقف عند تقارير حياديه نازيه عندما تاتي تتقصى عنوان اوضاع حقوق الانسان في مصر، يعني تتواصل مع كافه الاطراف سواء من المنظمات المجتمع المدني او من المعارضه او من السلطه التنفيذيه او من المجلس الاعلى لحقوق الانسان في مصر، ولكن ما تبقاش تقارير اتخذت عبر تقارير اخباريه سواء محليه او دوليه او عبر اطراف من المجتمع المدني وعدم التواصل مع السلطه التنفيذيه او عدم التواصل مع البرلمانيين المصريين. فانا عندما تحدثني او تطلب مني التحدث تحدثني عن تقارير دوليه كدوله مصريه، تقارير دوليه موثقه تم اعدادها عبر القنوات الشرعيه للتواصل مع كافه الاطراف بمنتهى الحيده والنزاهه، يعني هذا ما اقصده. طيب ساعود اليك مره اخرى دكتور صفي الدين حامد، اذا وزاره الخارجيه او الدوله المصريه لا يجب ان تتوقف عند هذه التقارير الغير حياديه وهذه التصريحات الغير مؤثره، ويجب ان تتعامل مع تقارير حياديه فقط تستمع الى الروايه من كافه الاطراف، كيف تعلق؟ والله اعلق ان هذا مؤسف ومخزي كفانا، يعني نحن طبعا كلنا كل الناشطين في الخارج من أصل مصري وتهمنا سمعة مصر ومصلحة مصر، فكل هذه الأبواق اللي بتصدر يعني لا تريد أن تصدق، يعني العالم كله بيتآمر على الحكومة المصرية حاليا، الأمم المتحدة بتتآمر على الحكومة المصرية، الولايات المتحدة الأمريكية اللي بتعطي كل عام ما يقرب من 1.5 مليار دولار الى حكومه مصر والمؤسسه العسكريه بتتآمر، يعني الكل بيتآمر وانتم الوحيدين الذين تملكون الحقيقه والصدق. والله هذا مؤسف، كل بوق الحقيقه بيصدر بهذه الكلمات المكرره، يعني احنا بنقول واحنا طبعا على علاقات يعني قريبه جدا من الهيومن رايتس ووتش، مؤسسه منظمه الحقوق الانسان العالميه، اللي اصدرت توثيق كامل بالارقام، وبنقابل كل المنظمات المجتمع والامنيتي انترناشونال. الحقيقه ان الوضع اصبح يعني مش كارثي، عار على مصر وتاريخها وعلى مواطنين مصر. لما يكون في فوق 50,000 معتقل سياسي في حالة يعني مضنية من العذاب داخل السجون المصرية، بعضهم يعذب وبعضهم يقتل قتلا بطيئا وبعضهم في إضرابات عن الطعام، ونجد من بين أبواق الحكومة المصرية من يدعي أن هذا لا يكفي. أنا سيدي أستاذ جامعي وأمضيت فوق 40 عاما أدرس وأبحث في البحث العلمي، ماذا تريدون من البحث العلمي؟ ان في اكثر طيب، ولكن من بحث في انحاء العالم. نعم دكتور، عن الوضع بيان وزاره الخارجيه دكتور فيه، اسمحوا لنا ان احنا نيجي، عفوا على المقاطعه دكتور صفي، نيجي عشان ندخل هذه السجون. طيب. وليست جهات اجنبيه. طيب دكتور عفوا على المقاطعه، ولكن بيان وزاره الخارجيه المستشار احمد ابو زيد به بعض النقاط تحتاج الى رد ايضا من المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للامم المتحده. يقول في الوقت الذي ينبرئ فيه المفوض السامي في اطلاق تلك التصريحات غير المسؤوله، لا نرى له مواقف مشابهه حينما تتعرض قوات انفاذ القانون في مصر لعمليات قنص وقتل وترهيب على ايدي التنظيمات الارهابيه، او تصريحات ناريه ضد قنوات فضائيه تبث سموم الكراهيه وتحرض على العنف وتمجد الاعمال الارهابيه. الرجل يتحدث ايضا عن المعاناه التي يعانيها افراد الشرطه والجيش في مصر، ولا يصدر شيء من هذه المنظمات الحقوقيه الدوليه او الامم المتحده عنها. احسنت يا سيدي. الامم المتحده وخاصه المفوض العام السامي لحقوق الانسان ومجلس الشيوخ الامريكي وكل منظمات الحقوق الانسان الموجوده في العالم، سواء الهيومن رايتس ووتش او الامنيستي انترناشونال، منظمه العفو الدوليه ومنظمه حقوق الانسان، هذه كلها تشجب الاعمال الارهابيه. نحن نعلم وناسف ان في لحتى الان 4 سنين من الارهاب في سيناء، وهذه مسؤوليه الجيش المصري، وهذه مسؤوليه عبد الفتاح السيسي ان هو حتى الان فشل في التحكم، ونحن نشجب هذا. لكن ليس احنا، هو لا يفهم حتى ما يقرا، يعني احنا بنقول ان الامن القومي
والأمن الإقليمي والدولي مهم جدا، مهم بالتحكم في الإرهاب، لكن ليس على حساب حقوق الإنسان يا سيدي، لأن هذا بيسبب إرهاب جديد. أنت لما بتبحث عن ناس وترميهم في السجون عشوائيا كما يحدث منذ انقلاب 3 يوليو، يبقى أنت بتفرخ أجيال جديدة من الإرهابيين. طيب، يخرجوا من السجون. ابقى معي دكتور، ابقى معي، سأعود إليك مرة أخرى. دعنا نتعرف على وجهة النظر اللواء جمال أبو ذكري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، الذي ينضم إلي عبر الهاتف من القاهرة. سيارة لواء، أهلا بك. أهلا بك، أهلا وسهلا. نعم، لعلك اطلعت على تصريحات المفوض السامي للأمم المتحدة السيد زيد بن رعد الحسين، انتقادات شديدة للنظام المصري لتمديد حالة الطوارئ والقمع الأمني والتعامل الأمني مع السجناء. كيف ترد أو تعلق على تلك التصريحات؟ أولا سيدي الفاضل، إذا كنت تسألني دي لثالث مرة، أنت تسألني كل مرة ما تقاطعنيش وتديني الفرصة كاملة. اتفضل. دايما أنت بتدي دلوقتي الناس اللي بتهاجموا مصر وعايشين خارج مصر مش عارفين مصر ودول مرتبطين بالاخوان واخد بالك، الجماعه الارهابيه عميله الصهيونيه العالميه. فلو سمحت اديني فرصه عشان اتكلم، ما تقاطعنيش، لان كل مره بتقاطعهم قاطع عليا الكلام. اتفضل يا سياده اللواء. واخد بالك؟ لو سمحت. كل ما ذكره الاخ الفاضل الكريم المتحدث كلام غلط في غلط، ملوش اساس من الصحه النهائي. دلوقتي بالنسبه للارهابيين، الارهابيين عمالين يقتلوا الناس، لسه امبارح قاتلين ناس، قاتلين الضباط وماشيين هذا الكلام. دول ناس خونه، واخد بالك، ودول ناس ارهابيين بيغذوا من حماس وبيغذوا من الاخوان، والاخوان تنظيم كله ارهابي موجود في مصر يرتكب هذه الاعمال، ولازم يتعاملوا بهذا الشكل. واخد بالك، بل مصر مخسره في حقوق الشعب المصري، ان لازم تقضي عليهم بالكامل. واخد بالك، دول خونه وعملاء، واللي انشأ حسن البنا هو المخابرات الانجليزيه ثم انضمت للصهيونيه العالميه وبتزكيكم. تعال شوف التنظيمات الدينيه اللي هي بتدعي الاسلام، حد اعتدى على اسرائيل؟ اعتدى لاسرائيل لما طلع طلقه غلط تحت اسرائيل، واسرائيل قاعده حاطه رجل على رجل، والاسلام هم عمالين يفتتوا ويضربوا الامه العربيه ويضربوا الاسلام. الكلام اللي قاله الاخ الكريم ده هو هدف تفتيت الامه العربيه. النهارده ما يحدث في العراق، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في اليمن، كل ده عاوزين يفتشوا الامه العربيه. فاضل مصر، مصر هي اللي ربنا حباها. النهارده البابا الفاتيكان لما جه وشاف ومشي وشاف مصر بالاستقرار واشاد بمصر وبالاستقرار والامن، يرد على الخونه اللي هم عاملين يهاجموها. طيب سياده اللواء، اعطيتك الفرصه كامله. دعني، انا لم اقاطعك، انا اعطيتك الفرصه كامله، وجهت اتهامات لمن اردت. عفوا يا سياده اللواء، عفوا يا سياده اللواء، عفوا يا سياده اللواء، من تحدث، من وجه الانتقاد لمصر؟ يا سياده اللواء، يا سياده اللواء، وجهت اتهامات بالخيانه للجميع، ولكن من وجه الانتقاد لمصر بالامس؟ ليس من الاخوان ولا يعمل في قنوات تابعة للإخوان، من وجه الانتقاد هو المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين. هذا هو من وجه الاتهام للنظام المصري بأنه يقمع السجناء ويقمع حقوق الإنسان في مصر. هذا كلام خطأ وليس له أساس من الصحة، وده المخطط اللي هم بياخدوا توجيهات من الصهيونيه العالميه. مين هم يا فندم؟ الامم المتحده أيوة. بتاخد توجيهات من الصهيونيه العالميه؟ انا في اللواء ده هذا الكلام. ايوه طبعا، هو انت لما تيجي النهارده تشوف هذا الكلام. طيب، ان كانت الصوره بهذا الشكل، فلماذا ذهب السيد عبد الفتاح السيسي وهو راس الدوله الان مرتين منذ توليه الرئاسه الى مقر الامم المتحده والقى فيها كلمتين؟ إن كانت ممولة من الصهيونية العالمية. دعوه، إن هناك المخطط الصهيوني واخد بالك العالمي هو اللي بيلعب في أمريكا وبيلعب في ده كله. إذا كان بيهاجم الرئيس ترامب نفسه من هناك. لازم نعرف ذلك، مصر قوية بجيشها برئيسها، ونحن من عدو، اللي عاوز يتكلم يجي مصر يشوف. ما تشوف زيارة البابا تواضروس، إيه اللي حصل؟
شوف الاستقبال الشعب اللي حصل فيه. طيب الصهيونية العالمية التي تحرك الأمم المتحدة ذهب إليها عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، الولايات المتحدة عاد منها السيسي، أتحدث عن علاقة استراتيجية جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هناك تناقض كبير سيادة اللواء فيما تقول. أشكرك شكرا جزيلا اللواء جمال أبو ذكري مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف. أعود إليك محمد حامد مرة أخرى، يعني هناك فقرة في رد وزارة الخارجية أحتاج منك إلى تعليق عليها. يقول المتحدث المستشار أحمد أبو زيد أنه يدعو المفوض السامي إلى تجنب الخلط المتعمد للأوراق والقراءة القاصرة وغير المتوازنة للأوضاع، فالإعلان عن حالة الطوارئ تم إقراره من جانب مجلس النواب المنتخب، هل هذه المعلومة صحيحة سيد محمد أن حالة الطوارئ تم إقرارها من مجلس النواب المنتخب؟ لا ثواني، أنا عايز أرجع لنقطة أول حاجة، لازم نفرق ما بين التصريح والتقرير. نحن امام التصريح من المقرر السامي لحقوق الانسان تبع الامم المتحده. ثاني حاجه، انا لم اذكر في مداخلتي الاولى ان هناك مؤامره كونيه على مصر، فضيفك من واشنطن قال ان انا اتحدث عن مؤامره، دي حاجه. ثالث حاجه، مقدمه حضرتك قلت ان المفوض السامي وجه انتقادات الى مصر وتركيا عن بعض الممارسات وما الى ذلك. وجدنا الرئيس التركي اليوم يتحدث ان من يتحدث ان تركيا لديها حاله طوارئ عليه ان يذهب الى فرنسا اولا ويقول لفرنسا الغي حاله الطوارئ. الدوله الفرنسيه ما لها عريقه في الديمقراطيه ولها تاريخ كبير جدا في الحريات، تجري اول انتخابات في تاريخها تحت حاله طوارئ نتيجه ان الارهاب يضربها ليل نهار وقبل الانتخابات الرئاسيه ووقت بدقائق وبسويعات قليله. تعليق على الجملة الخاصة ببيان الخارجية وجملة السفير أو المستشار أحمد أبو زيد، الجملة سليمة بالكامل. حالة الطوارئ حصل تضارب فعلا، الحكومة أقرت وبشهادة النائب عبد الرحيم علي قال أن الحكومة تسرعت في إقرار حالة الطوارئ قبل استشارة البرلمان، ولكن حالة الطوارئ تم تطبيقها بشكل سليم دستوريا وهي تجري. مصر طوارئ طيب. ثلاث سنوات لم تطبق حالة الطوارئ. طيب سيد محمد، تصحيحا لمعلوماتك وللمعلومة المغلوطة التي ذكرها المتحدث باسم الخارجية المصرية والتي لا يليق ببيان للخارجية أن نتحدث عن معلومة مغلوطة، من أعلن حالة الطوارئ وفقا للدستور كما أشرت هو عبد الفتاح السيسي، من يفترض أنه رئيس الجمهورية الآن، كان من المفترض أن يقرها أو يناقشها البرلمان في خلال 7 أيام، ولكن نشر في الجريدة الرسمية ونشرت حالة الطوارئ والعمل بحالة الطوارئ قبل أن يجتمع البرلمان ويناقش حالة الطوارئ التي أعلن عنها رئيس الجمهورية. البرلمان اجتمع وناقش وقرر ومرر حالة الطوارئ بعد أن أقرها وأعلن عنها رئيس الجمهورية، ثم نشرت في الجريدة الرسمية. نواب من البرلمان كانوا معي ومحررين من البرلمان كانوا معي وذكروا هذا الأمر على الهواء مباشرة، نشرت في الجريدة الرسمية قبل أن يناقشها البرلمان، ولذلك استدلال المتحدث باسم الخارجية استدلال خاطئ. طيب أعود إليك سيد صفي الدين مرة أخرى، هذه الأمم المتحدة والتصريحات، أشار أيضا متحدث الخارجية إلى أنها تصريحات ليست في توقيت لانعقاد مجلس حقوق الإنسان، وهذه علامة استفهام كبيرة، لماذا يصدر المفوض السامي تصريحات كهذه في حالة عدم انعقاد لمجلس حقوق الإنسان؟ والله دي يعني دي اللي احنا بنسميها هنا يعني ريد هيرينج او بيكينج، يعني بدل ما نتكلم في الموضوع الاساسي نتكلم في التفاصيل التافهه. هذه تفاصيل تافهه، اذا كان هذا التقرير هيصدر سواء في خلال شهر او شهرين فمن الاحسن ان تسمعه حكومه مصر الان عشان اما ترد عليه بالحقائق او تعدل الاوضاع وتنظر الى الامور اللي طرحت وتحاول اصلاحها بقدر الامكان. انا عاوز اقول شيء دكتور اسامه لو سمحت. اتفضل. اسمح لي، يعني انا اخشى شيء وارجو ان بالذات الاخ محمد حامد واللواء المتقاعد محمد مش فاكر اسمه الحقيقه، جمال ابو ذكري اللي كان معنا ابو ذكري، نعم، ارجوكم نحن يعني نحب مصر حتى النخاع
مع أننا تركنا مصر من عقود طويلة. فأنا أخشى أن مصر من الآن فصاعدا سينظر لها في المحافل الدولية على أنها دولة مارقة، وإذ لم تسمعوا عن دولة مارقة فأرجوكم اسألوا أساتذة علماء السياسة. ماذا يعني دكتور؟ ماذا يعني دولة مارقة؟ معنى أنها لا تحترم المواثيق الدولية، ولا تحترم حقوق الإنسان، ولا تحترم المجتمع الدولي، ولا تحترم الاتفاقات التي. طيب، ولكن كل هذه التوصيفات لا يمكن أن تبنى على تصريح للمفوض السامي في حالة عدم انعقاد مجلس حقوق الإنسان. لا، هي ليست على التصريح بتاع الأمير زيد بن رعد، هو accumulation أو تراكم يا سيدي، تراكم منذ وصول الانقلاب، وهذا ما قيل في الكونجرس الأمريكي، إن إحنا أعطينا الفرصة سنة واثنين وثلاثة، لكن وصلت المرحلة الآن إلى أنها ستضر بمصر. وقالت السيدة المستشارة الدكتورة ميشيل دان بالحرف: لا تساعد السيسي ولا تساعد سياسات السيسي، لكن ساعدوا مصر وأهل مصر، وحكومة مصر هي أصعب حكومة للتعامل معها في هذه الأمور. فما تقوليش يعني الرد بتاعهم ليس التوقيت. الحقيقة وزارة الخارجية، وأرجوك أنت بنفسك افتح الصفحة الخاصة بوزارة الخارجية، والله هذا يعني شيء يندى منه الجبين. كل موضوع في هذه الصفحة يقول لك under construction، يعني ما زال العمل فيه، يعني ده مدرسة سنوية في أي دولة راقية بتكمل كل شيء. يعني من يريد أن يبحث عن وزارة الخارجية وسياساتها؟ يكفي أن سفير مصر في واشنطن لم يحضر الهيرينج يا سيدي. طيب، دعني أنتقل بفكرة الدولة المارقة التي لا تحترم المواثيق والعهود الدولية إلى ضيفي من القاهرة محمد حامد. سيد محمد، هل تتفق مع الدكتور صفي الدين حامد في هذه النقطة؟ اللي هي كلمة دولة مارقة؟ أن مصر إذا استمرت في التجاهل والتعامل مع هذه التصريحات والتقارير بهذه الطريقة التي عبر عنها بيان الخارجية، ستتحول إلى دولة مارقة لا تحترم العهود والمواثيق الدولية. لا لا لا، طبعا بالتأكيد أنا أرفض هذا التصريح تماما أو هذه الكلمة تماما. الدولة المصرية انتخبت رئيس لجنة الإغاثة في مجلس الأمن، الدولة المصرية عضو غير دائم لمدة عامين في مجلس الأمن، الدولة المصرية لا تواجد كبير في المحافل الدولية وتكرم في ومرشحة، وعن لدينا مرشح لليونسكو، نحن أكثر الدول التزاما بالمواثيق الدولية، وعلى رأسها مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الذي تفعله الأمم المتحدة وتفعله بعض الدول بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية. فلا، الدولة المصرية عمرها ولن تكون أبدا دولة مارقة. الدولة المصرية تحترم كافة المواثيق الدولية، تحترم كافة الاتفاقات الدولية. ليست الدولة، يعني مصر ليست الدولة ولن تكون الدولة التي تنتهك الحقوق أو المواثيق الدولية. أنا برضو أريد أن أضيف شيئا، أن حالة الطوارئ، يعني جدلية متى فرضت وأين فرضت، هو الفكرة الهدف بيان الخارجية أن الدولة المصرية لجأت إلى الحل الأخير وهو فرض حالة الطوارئ. يا سيدي الفاضل، إذا عدت ليوم الأحد الأسود الذي فجرت فيه الكنيستين، هذا الحادث هز أرجاء العالم بأسره. كانت الأمم المتحدة تجتمع بشأن سوريا، وجدنا أعضاء مجلس الأمن في وأعضاء الدول اللي دائما في مجلس أن تعزي العالم في مقتل المواطنين المصريين في كنائسهم، وقالوا صراحة أن الإرهاب يقتل المصريين. فهذا نوع من التناقض. لما اندمت يعني من العين العوراء اندمت حديثي عن حقوق الإنسان، ولكن عليك أن تحدث عن حقوق الإرهابيين التكفيرين المارقين الذين لا ينتمون لأي دين، والذين يقتلون الناس على هوياتهم مدنيين. سيد محمد، هناك سؤال يا سيد محمد، هو هل يفترض لأي دولة تحارب الإرهاب سواء كان محتمل أو إرهاب واقعي، لا أتناقش في هذه النقطة، هل يفترض بهذه الدولة أن تفرض حالة الطوارئ وتقتل من المسافة صفر ولا تلقي بالا لحقوق الإنسان طالما أنها تحارب الإرهاب، فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم؟ أتفق معك، ماذا يعني هذا، يعني ماشي، يعني أطرح ما تريد، ولكن
لن اتفق معك بهذه الطريقه. لا، الدوله المصريه والرئيس السيسي قال كثيرا ان الدوله المصريه تبذل قصارى جهدها سواء في خطابات محليه او في خطابات دوليه او في لقاء مع وفود مصري او وفود اجنبيه. تحدث كثيرا ان مصر تبذل كافه الجهد لتحقيق التوازن، وهذا ملزم به دستوريا، بين مكافحه الارهاب ومحاربه الارهاب المتوحش المستأسد على الدوله المصريه. نحن ليس امام ارهاب التسعينات او ارهاب الثمانينات، نحن امام ارهاب نوعي ومتطور للغايه. ما هو توحش هذا الارهاب يا سيد محمد؟ جاء نتيجه توحش الدوله واجهزه الدوله الامنيه تجاه المواطنين العزل تارة، والقتل من المسافه صفر، والتصفيه في الشقق السكنيه، والتصفيه للعزل في السيناء، مشاهد كثيرة، إنشاء أكثر من 13 سجن في أقل من عامين. كل هذه مشاهد تشير إلى توقف فكرة احترام حقوق الإنسان تحت حكم هذا النظام. على كل حال أشكركما شكرا جزيلا. صفي الدين حامد المحلل السياسي المصري كنت معنا عبر سكايب من واشنطن، وأشكر ضيفي من القاهرة محمد حامد الباحث في العلاقات الدولية. ونفذ على مصر حلقتنا مستمرة بعد الفاصل. فقط معنا